السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزور في اللون نايت ماديس ما. ومن الأعراض التي ظهرت بقوة وانتشرت بكثرة وبنسبة عالية كذلك في هذه السنوات الأخيرة الحساسية. الحساسية تكاد تعمم وحدث ولا حرج، وحتى البوادي والأرياف، يعني حتى المناطق النائية، فالحساسية في ارتفاع. والحساسية ممكن أن تظهر عند جميع الناس، حتى الأطفال الرضع الآن عندهم حساسية، عندهم اختناق وعندهم حكة وعندهم طفائح حمراء وعندهم اختناق إلى آخره. فلماذا ممكن أن تظهر على جميع الناس؟ لأن العوامل كثيرة ومتعددة. هناك عوامل بيولوجية مثل الحشرات، وعوامل فيزيائية مثل الرطوبة، وحتى المجال الكهرومغناطيسي. هناك أبحاث، الأمريكيين اكتشفوا في التسعينيات أن هناك حساسية للمجال الكهرومغناطيسي كذلك، ثم حساسية للمواد الكيماوية والروائح والغازات، ومنها الغبار ومنها الروائح مثل مثلا الكبريت، مركبات الكبريت، وكذلك هذه مواد التنظيف والتطهير الكوسميتيك، هذه مواد التجميل، وكذلك الحساسية للمواد الغذائية، يعني المواد الغذائية كذلك فيها أليرجينات، فيها بعض المركبات التي تسبب حساسية. عموما هناك عوامل كثيرة، يعني لا يقول شخص بأن ليس لديه حساسية، لا يمكن. لماذا؟ لأن قد يكون الشخص ليس لديه حساسية مثلا للرطوبة أو مثلا للمواد الغذائية، لكن ستكون لديه حساسية لبعض الغازات أو بعض الروائح إلى آخره. فلاحظوا مثلا أن مبيد الحشرات، لما ترش مبيد الحشرات، يعني فأي شخص يعني يشم هذا المبيد أو يستنشق هذا المبيد تظهر لديه حساسية، يعني أنف يسيل، يعطس، ربما يختنق، ربما يعني حكة يعني في الحنجرة، ربما الاحمرار في العينين إلى آخره. المهم تظهر الحساسية مباشرة، يعني فقط لنبين لكم بأن الحساسية ممكن أن يصاب بها أي شخص في أي وقت. لماذا؟ لأن العوامل كثيرة ومتعددة. فإذا شخص ليس لديه مثلا حساسية للمبيدات لكن له حساسية للحشرات، أو شخص ليس لديه حساسية للحشرات لديه حساسية مثلا لبعض أنواع الغبار، لأن أنواع الغبار كثيرة وحسب المناطق. فهناك الحساسية يعني الطارئة التي تصيب الشخص لوقت قصير، مثلا يشم رائحة أنفه يسيل، ثم بعدها يعني 10 دقائق إلى آخره يختفي. وهناك حساسية يعني طويلة الأمد، شخص يعيش بها، هذه هو المشكل. لأن كاين كثير من الناس يستعملون البخاخ، يستعملون بعض الأقراص يعني ضد هذه الحساسية، ضد يعني الأليرجينات. ثم هناك الحساسية الفصلية، هناك حساسية فصل الخريف لأن الرطوبة والغبار يكون مرتفع، وهناك حساسية فصل الربيع، الآن نحن في فصل الربيع، هناك حساسية للبولن لحبوب اللقاح، ويعاني منها كثير من الناس، نسبة كبيرة من الناس يعانون من هذه الحساسية. حتى في البوادي لما يبدأ الزيتون في الإزهار يعني تظهر هذه الحساسية، حتى أن هناك من يأخذ حقنة، وكثير من الناس يعني يعانون من هذه الحساسية. يعني الذين لديهم حساسية الربيع عندهم البولن، فيجب أن يبدأوا العلاجات من شهر 2 و3، وليس حتى يعني يزهر الزيتون، يجب أن يكون العلاج قبل، في أن يتجنبوا بعض الأليرجينات على الأقل في الأكل، ويتجنبوا كثرة الروائح إلى آخره. لماذا؟ لأن المناعة المحلية، المناعة في الأنف يعني في الجهاز التنفسي يعني تنخفض، فتكون حساسية للرطوبة، تكون حساسية للبولن، لأي شيء. لماذا؟ لأنه يدخل عبر الاستنشاق، يدخل من الأنف، أكيد يعني يسبب حساسية. فنحن الآن فصل الربيع، ويعني أتكلم عن هذه الحساسية لأن كثير من الناس الآن يعني يعانون منها ويتأزمون كذلك من هذه الحساسية. فعلى الأقل أنا قلت يعني إن شاء الله خير، حتى الآن ممكن أن يقوم الناس بعد هذا بعد العلاجات الطبيعية، ولكن السنة المقبلة مثلا إن شاء الله يبدأ الناس علاجاتهم قبل الإزهار، قبل ظهور هذا البولن، من الأحسن. فالآن الناس لديهم حساسية لحبوب اللقاح للبولين، وفي نفس الوقت يتناولون مواد غذائية فيها أليرجينات،
وفي نفس الوقت يستنشقون روائح أو يستعملون بعض يعني بعض الغازات مثل أو بعض المركبات مثل مواد التطهير والتنظيف إلى آخره، النساء على الخصوص. فعلى الأقل لما يكون عندك حساسية لبعض العوامل أن تتجنب العوامل الأخرى. فهذو اللي عندهم حساسية للبولين الآن يجب أن يتجنبوا الآن يتجنبوا القمح والحليب، ويتجنبوا جميع المصبرات، جميع المواد المصنعة، ويتجنبوا زيوت الطبخ، زيوت المائدة. يعني الطبخ ديالهم لازم يكون بزيت الزيتون، لأن زيت الزيتون لا يسبب حساسية، يعني عندهم مشكل مع البولين وليس مع زيت الزيتون. يعني على الأقل أن يكون طبخهم جيد وطبخ المنزل، وأن يأكلوا، لماذا؟ لأن المشكل مناعة. وعلى الأقل يتجنبوا الألرجينات الموجودة في المواد الغذائية، هذه أولا. ثم لا يدخلوا الأماكن اللي فيها روائح أو ربما يكون حتى غبار، لأن البولن مع الغبار، لأن البولن في الهواء، ودائما تكون رياح. الآن في يعني شهر مارس وأبريل تكون رياح، وتكون رياح، والآن مع الجفاف، يعني هذه السنة هذه كان شح في الأمطار، فالأرض الآن يعني هناك غبار. الآن كاين بولين زائد غبار، هذه السنة هذه ستكون حساسية شيئا ما، يعني ستكون حساسية خطيرة. وليس لماذا؟ لأن غبار لما تكون فصل الربيع ويكون يعني الأرض لا زالت يعني فيها رطبة، فيها ماء، يعني ليس هناك غبار، فيبقى مشكل بولين فقط. لكن الآن كاين البولين والغبار، إذا الشخص زاد عوامل أخرى سيتأذى، لأن يعني لا يعقل أن يكون لديك يعني حساسية للبولن وتدخل المنزل وتشم رائحة مثلا مبيد الحشرات أو مواد التطهير أو هذه الأشياء. حتى لما يعني تدخل الحمام يعني تغسل عندك يعني رطوبة، يعني هذا البخار الماء، وربما تستعمل بعض أنواع الصابون أو الشامبو أو شيء اللي فيها السلفيت وفيها مواد أخرى، يعني تزيد الأزمة. يعني الآن اللي عنده هذه الحساسية إذا دخل الحمام ما لازم، يعني على الأقل ما يغلق يعني الباب تمام. المهم هذه الفترة هذه، على الأقل هذه الفترة هذه غسل بالماء دافئ فقط، ولا يستعمل هذه أنواع الشامبو، أنواع اللي فيها روائح. ممكن يغسل بصابون طبيعي، صابون عادي، هذا كنسميه في المغرب صابون الحجرة، يعني تريغليسيرايد، هذا ممكن يغسل به فقط، وينتظر هذه الفترة هذه. لماذا؟ لأن يعني عندك حساسية ثم تزيد عوامل أخرى تصبح عندك أزمة. هذا هو المشكل. ربما يعني يكون عندك اختناق أو حنجرة أو مشكل أنفي يسيل أو احمرار في العين، كذلك آلام في الرأس، وهناك من لا يقدر على العمل، يعني يكون عنده كذلك يعني يحس بضعف وبعياء، لأن الحساسية، والحساسية طبعا تمنع يعني دخول الأكسجين، لما ينقص الأكسجين تنقص صحة الإنسان. أنا تكلمت عنها في الحلقات السابقة، أن عندنا الآن العالم كله الآن عنده مشكل الأكسجين. الأزمة اللي عشناها في 2019 لاحظتوا مشكل الأكسجين، لاحظتوا الاختناقات، والناس بدوا كيشريوا الأكسجين، قنينات الأكسجين. لا تنسوا، تذكروا دائما، لأن هذا هو المشكل اللي سيكون في هذا القرن كله. سيكون عندنا مشكل الأكسجين، لما ينقص الأكسجين في الهواء أو يكون عندنا الأكسجين لا يصل إلى الدم، أو الدم لا يأخذ الأكسجين، أو الدم لا يص... الأكسجين لا يصل إلى الخلايا، ميكانيزمات. وليس اللي عنده مشكل في الرئة، وهذا هو اللغز الكبير، لأن هذه الأزمة اللي عشناها في 2019 لماذا كانت دائما، لا يعني لك تتذكروا، كان دائما مشكل الرئة ومشكل الدم، مشكل القلب والشرايين، مشكل الدم، تخثر الدم، الرئة تخثر. لماذا؟ لأ، هذا هو الميكانيزم الذي يحيا به الإنسان، هذا هو الميكانيزم اللي كيعطيك حياة، اللي كيعيش به الإنسان، هو الأكسجين. الأكسجين كيدخل عبر الرئة وعبر الدم يصل إلى الخلايا، فإذا لم يصل إلى الخلايا تتراجع صحة الشخص، صحتك تتراجع، يعني لا تقدر على العمل ولا على الوقوف. لأن هناك من يعتمد على الأكل، نعم، لكن لا تنسى بأن الأكسجين أقوى عامل بالمقارنة مع الأكل، لأن الطاقة الموجودة في الأكل إذا لم يدخل الأكسجين الجسم، هذه الطاقة لا يمكن الجسم أن يحصل عليها، لا يستخرجها. الأكسجين هو الذي يكون الاحتراق في الميتوكوندريات،
وبدون أكسجين فالخلايا لا تعمل، يعني ليس هناك طاقة، لأن عندنا مفاعلات كيماوية تولد الحرارة في الخلايا اللي اسمها الميتوكوندريات، والميتوكوندريات بدون أكسجين لا تعمل. يعني الأنزيمات كلها، الميكانيزم هذا اللي كتخرج به الطاقة، يجب أن يكون أكسجين لتحترق هذه الطاقة لتعطي كالوريات. هذا السيكل دو كريبس، يعني حلقة كريبس التي تقع في الخلايا هذه بدون أكسجين لا تعمل، حلقة كريبس هي الحياة. هكذا كلما نقص الأكسجين، ملي ما كتدخلش أكسجين صحتك تراجع. ولذلك أنصح دائما أنا بالرياضة. لماذا؟ لأن الرياضة لما يعني تتحرك فتتنفس بقوة، يعني تدخل كمية كبيرة، حجم كبير من الأكسجين يدخل للجسم. يعني هناك من يقول الرياضة فقط للعضلات، لا يا سيدي، ليس للعضلات، الرياضة باش تدخل الأكسجين. هذه يعني قليل من الناس ينتبهون لهذا. أنا دائما أنصح بالرياضة. الناس الذين لا يتحركون مرض، حتى إذا لم تتحرك بعدما عندك الشهية وعندك ربما ضغط الدم ينخفض. وحتى اللي عندهم أنيميا، يجب أن يتحركوا، لأن الأكسجين مهم جدا والحركة مهمة جدا للأنيميا، لما لا تكون عندك شهية وأنك تحرق الكالوريات هذا في الجسم. الحساسية، مشكل الحساسية، هذا الاختناق، هذا الأكسجين ينقص، وهذا هو المشكل. الناس اللي عندهم حساسية كيكونوا دائما يعني منهوكين وضعاف وما يقدروا على شيء ولا حتى على التركيز، كيكون شخص منزعج. فالآن نحن في فصل الربيع، ربما أكثرت الكلام بدون أن أعطي الحل. فأن يعني أن يكون نظام طبيعي 100%، لا يعني حتى ولو كنت تأخذ كورتيكويدات أو علاجات أو هذا البخاخ أو شيء، أو ربما حقنة أو ربما أقراص، يعني نعم، ولكن لازم. وهناك من يأخذ هذه الأشياء، هذه الأدوية هذه وعنده مشكل، لكن النظام الغذائي يكون طبخ المنزل، ولا تأكل إلا في المنزل، وممنوع الطبخ بالزيوت الصناعية لأن فيها الترانس، ولأن فيها البي اتش تي والبي اتش اي، وهذه مسببات للحساسية. الأكل المصبر المصنع المعلب فيه مضافات غذائية كلها تسبب الحساسية، تصور جميع المضافات الغذائية تسبب حساسية، وعلى رأسها الملونات، المحفظات والمحفظات البنزويت والسوربيت والجالايت والبروبيينات، هذو يسببوا الحساسية. الملونات، يعني الملونات الآن راه واصلين ل 140 ملون، اللائحة فيها 140 واصلين ل 200 الآن عليا في الصناعات الكيماوية، واصلة ل 200. ولكن اللي كيستعمل، يعني اللي الملونات اللي تستعمل بكثرة هي تقريبا 15 ملون دائما. هذا اللون الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، أو اللي كيمزجوا الألوان باش ياخذ، دائما هذه موجودة. ثم هذه المضافات الغذائية كلها مسببة للحساسية. التغيير الوراثي مسبب للحساسية. لما يعني بدأ البحث العلمي على هذا التغيير الوراثي، يعني أول الأمراض التي بدأوا بها، أول الأعراض وليس الأمراض، التي بدأوا بها الحساسية. يعني جميع المنشورات التي نشرت منذ التسعينيات على التغيير الوراثي كانت حول الحساسية. عاد من بعد الأمراض المناعية الذاتية، سرطانات، بعض الأعراض التي تظهر عند النساء، مثل هذا الخلل الهرموني، مثل الأنيميا. الآن الباحثين بدأوا كيتهموا كذلك نقص في الفيتامين دي والفيتامين ب 12، مهم أمراض أخرى بدأوا يتهمونها في هذا المشكل ديال التغيير الوراثي. الحساسية وليش هذا الشيء؟ علاش يعني نقول للناس يعني منعوا القمح؟ والنساء يعني الله يرضى عليكم، يعني أنا أعلم بأن النساء، المرأة تصر وتحرص باش يكون الأكل جيد وعلى صحتها، وهذا شيء جيد. ولذلك المشروع الدكتور محمد فايد نجح. لماذا نجح؟ لأن الجيش فيه النساء. لماذا؟ لأن مشكل الأكل ومشكل هذا، ولذلك نجح. وجيش النساء هو اللي نجح هذا المشروع هذا، لأن صاحب الدكتور محمد فايد. الله يرضى عليكم، كاين واحد الذره مصبره، ذره تشترونها في علب مصبره وكتعملوها في السلطات وتزوقوا بها الاكل. هذيك الذره الله يرضى عليكم، الناس اللي عندهم الحساسيه ممنوعه عليهم هذيك الذره، ممنوع هذيك الذره على الناس. ثم هذيك الكونديمنتس، الاشياء اللي كتبنوا بها الاكل،
مثل هذوك مثلا تمشي تاكل برا يعطيوك ساشيات، شي فيه الكيتشوب، شي فيه المطارد، شي فيه شيء هكذا، يعني تزيد الاكل، هذيك مسببه للحساسيه. ونحن في فصل الربيع، والناس الان عايشين ازمه الحساسيه في فصل الربيع. ان يشربوا ماء بكثره، هذو اللي عندهم حساسيه فصل الربيع، يشربوا ماء دافئ ليس بارد. الا شربتي ماء بارد مشكل، الماء بارد مشكل، ممنوع على اصحاب الحساسيه. تشرب ماء دافئ، يعني ماء نظيف مفلتر، وحتى اذا كان بئر جيد ولا ماء معدني ولا، المهم يكون ماء يعني نظيف. اذا قدروا الناس يتجنبوا ماء الصنبور في الشرب، غير للشرب، ممكن يطبخوا به ولكن للشرب فقط، يشربوا ماء نظيف اللي عندهم الحساسيه، لان يعني الماء هو مهم. تشربوا ماء دافئ يعني بكميه جيده، والاكل يكون نظيف، وتحركوا حركه. لا بد، لماذا؟ لان انت عندك حساسيه يعني وعندك اختناق، والاكسجين ما كيوصلش ولا تتحرك. على الاقل هي المشي، اذا تمشيتي واحد 2000 متر ولا 4000 متر احسن في اليوم، يعني صباح مساء، على الاقل واحد الكميه ديال الاكسجين غادي توصل يعني الخلايا. ولماذا؟ لان الخلايا خصها طاقه، يعني بدون طاقه المناعه ما تكونش. ثم تستنشقوا زيوت، زيوت طيارة، هذه الزيوت الأساسية للأعشاب. هي الزيوت الآن تباع، والمغرب هو البلد المصدر للزيوت، لأن عندنا الناس اللي كيقطروا هذه الزيوت هذه بكثرة في كل المناطق. والمغرب كيصدر تقريبا الزيوت هذه الإسانشيال وايز، هذو لي زويل إسانشيال، هذه الزيوت الأساسية التي تجدونها في أوروبا كلها مغربية، تقريبا كلها مغربية، لأن يعني عندنا يعني نباتات، يعني من زيت النعناع حتى لزيت الخزامة حتى لزيت الزعتر وزيت البردقوش وزيت إكليل الجبل وزيت الشيح وزيت جميع الزيوت هذه، زيت الأوكاليبتوس، ويعني هذه الزيوت كلها التي تجدونها في السوق هي مغربية، والمغاربة ما كيعرفوهاش. فقط واحد القنينة صغيرة يكون فيها خليط من الزيوت، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة جيد. هذه الحمض الروزمارينيك، حمض الروزمارينيك موجود في إكليل الجبل الأزير أو اليزير. هذا الأزير الذي لا يجد الأزير، لما لقيتوش زيت الأزير، ففقط واحد القدر من الأزير في ماء مغلى، وتعمل فوطة على راسك وتستنشق بخار الأزير، بخار إكليل الجبل، لا بد يعني لازم. أو زعتر، بخار الزعتر، بخار المردقوش، وكذلك يعني حتى القرفة والقرنفل. في 2019 لما كنتوا في الأزمة كنتوا كتستنشقوا القرفة والقرنفل، الآن نسيتم هذه المسائل، يعني ما شاء الله. القرفة والقرنفل، ولكن شيء بسيط في ماء مغلى، تستنشق هذا البخار، هذا إن شاء الله الحساسية ستتراجع يعني ب 60-70%، وكثير من الناس استفادوا من هذا استنشاق هذه الزيوت هذه. الذين لا يجدون زيوت فقط يعملوا بخار، هذه الأعشاب يعملوها في ماء مغلى ويستنشقوا البخار. حتى أن في البوادي كانوا ناس أذكياء، وكانوا كيحكوا غير هذه النباتات من الذي يجدونها في الطبيعة، طبعا البوادي كيحكوها على صباعهم وكيستنشقوها. كإنسان علمه الله سبحانه، يعني وهذا يعني شيء بسيط، لكن يعني الشخص كيتسرح، يعني ما يبقاش عنده اختناق، ما يبقاش يعني عنده تنفس ثقيل، يعني يبقى. فكاين هذيك الكحيله، كنت هضرت في المغرب نسميوها كحيله الحمير هكذا. هذه الكحيله كذلك يعني هذه هي تشرب، وهي جيده للاطفال، حساسيه الاطفال، وكحه وسعله. هذه اذا حك الشخص بين الصبعان وشمها يعني الحساسيه تمشي. يمكن اوراق الاوكاليبتوس كذلك، تشم اوراق الاوكاليبتوس، لان فيه مكون الاوكاليبتول، هو نفسه الموجود في الشيح تقريبا، هذه الارتميزيا موجود تقريبا في هذا في الشيح، وهذا مضاد للجراثيم. لماذا؟ لان لما تكون حساسيه كثير من الاحيان تكون تعفن فيروسي يعني في هذا، ويصبح زكام، يصبح الأنف يسيل، يصبح كحة، يصبح تترتب عنها أشياء أخرى. لماذا؟ تكون تعفنات كذلك، وهذه التعفنات هي اللي من بعد تكون مشكل، لأن بعض الأطباء الآن عندهم مشاكل في علاج هذه التعفنات على مستوى يعني الجهاز التنفسي.
يعني هذه استنشاق هذا البخار القرفة والقرنفل الذين ليس لديهم إكليل الجبل في منازلهم ولا شيء، عندهم قرفة وقرنفل، يعني لائحة كبيرة، يعني اللي عندكم اعملوه. إكليل الجبل هو رقم واحد، هذا الأزير بالنسبة للحساسية، متبوع بالزعتر القرفة والقرنفل، عليه القرفة والقرنفل هذه توابل، هذه أقوى منهم جميعا. ثم هذا الأوكاليبتوس، هذه جميع هذيك اللي كنسميهم النباتات العطرية، جميع النباتات العطرية ممكن تستنشقوها، حتى المريمية، حتى العطريشة، حتى البردقوش، جميع هاد الأعشاب هاد اللي فيها روائح، النباتات العطرية كلها ممكن تعمل بخار وتستنشق بخار وتشرب كذلك. إن شاي هاد الأعشاب كذلك هذلك يشرب. الأشخاص اللي عندهم المورينجا يتناولوا المورينجا، إخواننا اللي في أوروبا وأمريكا عندهم هذا المشكل، عندكم كبسولات الكويرسيتين، كبسولات الكويرسيتين بالفرنسية لا كيرسيتين، بالإنجليزية كويرسيتين، هذه عندكم كبسولات الكويرسيتين هذه جيدة لهذا، عندكم كذلك كبسولات الزعتر، وعندكم كبسولات كل الأعشاب تجدونها عندكم، راه موجودة هذه. إما هذه الكبسولة تفرغها في ماء فاتر استنشق البخار، إما يعني تشربها بماء دافئ، ما في مشكل. لماذا؟ لأن الاستنشاق مهم جدا للحساسية. ربما تشرب يعني هذه الأعشاب تشربهم على شكل شاي جيدين، هذا على الأقل بالنسبة للدم، الدورة الدموية جيد، لكن بالنسبة للاختناق لا يظهر مباشرة. لكن لما تستنشق، حتى الأشخاص اللي عندهم زكام، حتى اللي عنده أنفه يسيل، لما يستنشق هذا البخار يتوقف هذا سيال الأنف، يتوقف. هذه اللي عندهم زيوت أحسن علي. أنا هذا السنة الماضية وريتكم يعني هذا الزيوت، أنا دائما عندي زيوت، دائما زيوت، هذه بروبوليس وزيوت والمورينجات المسائل دائما معايا، لأن يعني الصحة هي الأولى، الصحة هي الأولى، ثم الثياب والسيارة والفيلا والجوال والمسائل الأخرى. نعم، الصحة أولا ثم الثياب ثانيا يعني الأكل يكون نظيف ويكون جيد، وتصرف عليه فلوس، وتصرف فلوس على صحتك، وتشتري كبسولات مكملات، وتشتري أعشاب، ما تبقى من المال صرف على الصحة، ما تبقى من المال شري به ثياب وشري به سيارة ومسائل. لكن الناس كيعملوا العكس، كيشريوا ثياب أنيقة وغالية، وحتى يعني ها شخص يعني يلبس جاكيت ثمنها 15 لتر زيت زيتون، وفي الأخير تيقول لي زيت زيتون غالية، وأنا كنشوفه لابس جاكيت يعني ثمنها 15 لتر زيت زيتون. فقلت له يا أخي جاكيت هي تقيك البرد، صحيح جيد، ولكن زيت الزيتون يقي من الأمراض الأخرى، هذا من الأحسن كنت تناولت زيت الزيتون وتشري جاكيت رخيصة شوية يعني تلبسها، مش مشكل. هذه يعني اللي عنده المال يشري جاكيت جيدة، ويشري زيت جيد، ويشري سيارة جيدة، ويشري كل شيء جيد، لماذا؟ ولكن الله يكون في العون، فهناك أشخاص لا يقدرون. لكن الصحة أولا، تصرف على صحتك أولا، هذا هو يعني الناس ينتبهوا لي. فإذا كان النظام نظيف والأكل جيد وهذا، يعني ما تغفلوش على الماء. الناس اللي عندهم الحساسية يشربوا ماء دافئ بكثرة. لاحظوا أن الأشخاص اللي كيستعملوا البخاخ، يعني الشخص يستعمل البخاخ لمدة 15 سنة و20 سنة، هذا ما بقات عنده صحة، ولا يفكر في يوم من الأيام أن ممكن هذاك البخاخ ممكن يعمل حل آخر، لا يبحث عنه. الطبيب وصل فهو البخاخ، قالوا تنتنه للطبول طول حياتك طول عمرك، ليس هناك حل. يا أخي لا يمكن، لا يمكن، الله يخلق الإنسان ولا يخلق العلاج، لا يمكن. فخط المشكل هو هذا، أن الناس يأخذ دواء على طول وينسى. لماذا؟ لأنه سهل يبلع، أو البخاخ سهل، إن البخاخ يعني يعملوا في هذا لمدة ضربة وضربتين جيد، ولكن يعني يا أخي ما يمكنش يعني، ولا ينتبه حتى هذاك البخاخ الوقت الذي يستعمل في البخاخ، على الأقل يعمل يشوف الساعة، ويشوف الأوقات اللي كيكون عنده فيها أزمة، ويشوف الأماكن اللي كيتخنق فيها، ويشوف يعني لما يكون عند الناس يعني ما هي الروائح التي تسبب له مشكل، لكي يحفظ حياته، كتولي حافظ المسائل اللي كتضرك.
تتبعد منه ولا تستعمل البخاخ. أنا لماذا؟ لأن هذا هو المشكل، الناس لا ينتبهون ثم يحس باختناق البخاخ. هذا ربما تكون رطوبة، ربما تكون روائح، ربما يكون عطر، نوع من العطر، ربما يكون كوسميتيك، ربما يكون صباغة، نوع من الصباغة، يعني تمر صباغة العود هذا الخشب، ما على أي شيء ممكن يسبب لك حساسية. لكن لاحظوا أن هذا اللي يقع لهم اختناق ويستعملوا البخاخ، في المغرب نسميه الرابوز، هذا دائما تقريبا 12 الليل، يعني منتصف الليل والواحدة صباحا، لأن هذا هو الوقت اللي الرئة تبدأ ديتوكسيفيكات، تبدأ تخرج في السمو، وهذا هو الوقت اللي كيختنقوا فيه أصحاب الربو، هذا اللي عندهم الضيقة دائما، يعني الثانية عشرة ليلة الواحدة صباحا مهم، ابتداء من الحادية عشرة ليلة، هذه هو الوقت اللي كيختنقوا فيه الناس. هذا لو كان الناس يشرب غير كوبين كبيرين من ماء دافئ، تشرب كوبين كبيرين من الماء الدافئ، يعني سهلة بسيطة هذه، ولكن الناس لا يفكرون فيها، هذا لأن في هذاك الوقت اللي كتختنق فيه الماء، لأن هناك بعض الأعضاء لا تخزي الماء، ومنها الرئة، ومنها الكبد، ومنها القلب كذلك، هذه الأعضاء هذه لا تخزي الماء. كوبين كبيرين من ماء دافئ لما تتوحي، يعني في هذه الأزمة هذه، وهذو الذين يقع لهم اختناق في الليل دائما عنده هذا البخاخ، كيكون نايم هو بالقرب منه، هو واضع البخاخ تم، ولكن على الأقل الناس لا يفكرون يكون عندهم حتى هاد الزيوز essential oils، هادو تشري كمية قليلة منهم، قطرة من كل زيت في واحد القنينة صغيرة، وتبقى عندها واحد رأس عنده بيه هادي تديرها في صبعانك وتستنشق هذه الزيوز، لكن معول على البخاخ فقط، لا ينظر يمين ولا شمال، معول على البخاخ. يعني أنا الرسائل اللي جاتني لما كنا نعيشوا في الأزمة 2019، لما نصحت بالقرفة والقرنفل، وبدأوا الناس كيضحكوا ويحكوا نكات وبدأوا يسبوا إلى آخره، بدأوا كيضحكوا على القرفة والقرنفل، لكن القرفة والقرنفل عتقت الناس، عتقت كثير من الناس وفي كل البلدان، يعني حتى في بلدان شرقية، هذه القرفة والقرنفل لما بدأوا الناس يستنشقوها خوفا من المرض من الأزمة، لكن لاحظوا أن الأشخاص اللي وصلوا ل 2019 كانت عندهم حساسية من قبل، يعني لم يعودوا يستعملوا البخاخ، لاحظوا بأن حتى الربو والحساسية يعني ما بقى عندهم، يعني أن يتوقف. وكثير من الناس، إن أنا الناس أخبروني حتى أنهم في منزل، كان يعني في المنزل كان لا يدخل المطبخ، الشخص لا يدخل المطبخ، إذا دخل يشم روائح المطبخ يختنق، باللي بدأ يشم القرفة والقرنفل بدأ كيدخل المطبخ، بدأ كيدخل يعني كاع المرافق يدخل لها. يعني نعطيكم مثل، يعني ما يبقاش شخص يعني يعني استعمل واحد الدواء ثم ينسى العالم، لا، استعمل الدواء ديالك نعم، ولكن ابحث عن الحل الآخر دائما، هذه القاعدة في الحياة، عندك واحد دواء استعجالي يعطاك الطبيب دواء استعجالي جيد استعمله، هذا كيتسمى دواء استعجالي وليس دواء طول حياة. نعم ممكن يكون طول حياتك لما لقي، إذا لم تجد الحل ماذا تعمل، لكن على الأقل حاول ما أمكن، حاول، لا تستسلم للحياة، لا تستسلم للمرض، يعني حاول على الأقل حاول، وإن شاء الله دائما خير. هذه الحساسية فصل الربيع أظن مع هاد الزيوت وهاد الاستنشاق هذه، مع النظام الطبيعي الجيد، ثم أنا ما قلتش بأن الحل قبل يعني شهر هذا، قبل الإزهار وحتى أثناء الإزهار، يعني بروبوليس، هذه بروبوليس لابد منها، العكبر لابد منه. لماذا؟ لأن لو الناس تناولوا العكبر، والأشخاص اللي بدأوا كيتناولوا العكبر يعني ما بقاش عندهم حساسية لفصل الربيع، كثير منهم، يعني كاين الناس من الدار البيضاء، يعني هذو إخوان اتصلوا بأن يعني السنة الماضية لم يحسوا بحساسية فصل الربيع، لأنهم بدأوا كيستعملوا البروبوليس، ربما بروبوليس استعملوها لأغراض أخرى، ولكن يعني لاحظوا بأنما يعني لم تعد لديهم حساسية للبولان، شيء عجيب. هذا البروبوليس لا بد منها، والإخوان عندنا في أمريكا وأوروبا عندكم الكويرسيتين كذلك جيدة، ثم هذه الأعشاب اللي تكلمت عليها، منها إكليل جبل، ومنها زعتر، ومنها جميع الأعشاب العطرية كلها جيدة، هذه اللي عندها رائحة، اللي كتعطي يعني رائحة، يعني والناس يتعلموا ويجتهدوا كذلك، نحن نعطيكم توجيهات وبعض المعلومات فقط، ولكن هناك الناس لا ما كيزيدوش على هذه المعلومات، يكتفي يعطيه المعلومة ويعني لا يريد أن يتعلم،
يا أخي ربما المسائل اللي كنت تكلم عليها أنا ربما ذات تمثل 10%، وربما تجد معلومات يعني في أنا كان أعطي توجيهات، ويعني على الأقل كان نوجه الناس كيف يبحثون وكيف يجدون الحل. إلا اجتهدتي وما تكتروش، يعني بعض النساء كيعملوا 20 عشبة و30 خالط في 30 مكون، ما إلا كانت متوفرة وموجودة جيد ما عندناش مشكل، ولكن لا تجهدوا أنفسكم ولا جيوبكم. عندكم مسائل بسيطة يعني قضيوا بها وإن شاء الله يكون خير. القرفة والقرنفل الآن تستنشق بخار القرفة والقرنفل اللي عندهم حساس البولين، وستلاحظون بأن إن شاء الله ما يكون عندكم حتى مشكلة. ويعني الأطفال الصغار ما تكتروش لهم، لأن الطفل يختنق، حذاري. أطفال اللي عندهم 4 أو 5 سنين ممكن يعني ينحني يستنشق مرة ومرتين فقط، لأن حتى هذا البخار ما تكتروش، يمكن يعني كيعمل ملعقة القرنفل كثيرة، يعني قرصة بأسبوعين هكذا من قرفن قرنفل وقرفة في نصف لتر من الماء مغلى بالبخار، وعمل فوطة على راسك واستنشق هذا البخار إن شاء الله. يعني هذه المسائل تكلمنا عليها من قبل، ولكن الناس ما شاء الله يعني خرجت هذه الأزمة هذه، الناس رجعوا لحياتهم ورجعوا للأخطاء ورجعوا لهذا التهور في الحياة، واعلموا أن يعني أي خطأ في الحياة فأنت تؤدي الثمن من صحتك، لأن الرصيد في البنك عندك رصيد في مال تسحب منه، لكن الجسم رصيده هو الصحة، تتسحب من الصحة هذا الرصيد تتسحب منه حتى تكمله. حاول عليه شوية وتحاول عليه طبعا ألا تتهور وتأكل أي شيء، ولا يعني انتبه الأشياء التي تضر الجسم فقط. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.